بعد ما عملنا الاسكان الاجتماعي جات لنا مطالبات كتيره جدا من المواطنين، قالوا انتم دلوقتي اهتمامكم الاكبر كله بمشروع الاسكان الاجتماعي محدود الدخل، احنا شريحه ثانيه عايزين متوسط الدخل. فبدانا نعمل مشروع دار مصر للاسكان المتوسط اللي بيهتم بشريحه متوسطه الدخل، وده كان ليه طبعا اختلافات عن الاسكان الاجتماعي. ده اسكان مصر مختلف. محمد لو انت معانا هو ده مختلف عن ده. طيب مشروع اسكان مصر ده مشروع سكن مصر. عملنا مشروعين غير الاسكان الاجتماعي. مشروع الاولاني كان دار مصر للاسكان المتوسط، دار مصر المشروع ده كانت وحدات داخل كومباوند سكني مغلق فيها كل الخدمات، الوحدات اكبر في المساحه من الاسكان الاجتماعي. الاسكان الاجتماعي احنا قلنا 90 متر مربع، ده بيبدا من متر مربع 100 متر مربع حتى 150 متر مربع، تشطيب على اعلى مستوى. وجبنا عملنا اتفاقيه مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي الناس كلها بتثق فيها عشان تنفذ لنا المشروع ده، والمشروع ده حتى الان بيتنفذ فيه حوالي 57,000 وحده سكنيه. بدانا نسلم في المرحله الاولى من المشروع، وان شاء الله بنجهز دلوقتي 15,000 وحده سكنيه اخرى المرحله الثالثه. ده الناس تقدم عادي بدون اي شروط؟ ده ما فيهوش شروط الدخل ده خالص، لان الوحدات مش مدعومه. انا بدي المواطن الوحده دي بسعر اقل من السوق عشان ما يقعش فريسه لشركات القطاع الخاص اللي اصبحت دلوقتي اي مواطن عايز يشتري وحده سكنيه. طب ما هو برضو انت عندك السوق برضو، يعني بالنسبه لسكن مصر يعني هو برضو في منافس تاني. في ايه يا فندم؟ يعني مشروع سكن مصر. سكن مصر ده مشروع ثالث برضو احنا عملناه. سكن مصر ده بعد ما عملنا الاسكان المتوسط بقى دار مصر، جالي مواطن برضو او مواطنين. لا، دار مصر هو المتوسط. طيب دار مصر برضو ممكن يكون سعره اقل من سعر السوق؟ هو فعلا اقل من سعر السوق ب 30 أو 40% على الاقل. وبدون شروط. طب يعني ما بنحاول ان احنا ندي شريحه متوسطه الدخل ندعمها، لان دايما في كل المجتمعات شريحه متوسطه الدخل هي عماد المجتمعات. بتبقى منسيه. ما هو احنا عشان كده افتكرناهم بقى. بتبقى دايما الناس بتفكر في الحكومه كانت دايما توفر الوحدات اللي محدوده الدخل، وده همها الاول والاخير. طبيعي. ولكن احنا بقى جات لنا المطالب دي، سياده الوزير عرض على فخامه الرئيس، قال ان احنا شريحه متوسطه الدخل شرائح المهمه، والرئيس على الفور كلف ان يتم التنسيق مع الهيئه الهندسيه ان احنا نعمل مشروع دار مصر للاسكان المتوسط. عملنا دار مصر ده عشان يناسب شريحه متوسطه الدخل. طبعا هو مساحه اكبر وتشطيب افخم وكومباوند سكني زي ما قلنا، وبدون شروط في الدخل، لان انا مش داعم المواطن. طب بدون شروط في الدخل، ولكن لو انا عندي العدد الطلب اكبر من بنعمل قرعه بقى. قرعه وده اللي اتعمل في المرحلتين اللي فاتوا، بس ده ملوش علاقه بان هم خدوا يعني اي خدمه. لا، كان قبل كده المرحله الاولى ما كانش فيه، بس دلوقتي بدانا نضيق بقى، لان لقينا في ناس بقى تخش القرعه دي وتخش القرعه اللي بعدها. يعني اللي خد